جيت نحب نعمل نظره نشوف شو اللي فيه شو ما فيهوش. تخديت شويه كتب قران لا والله لا لا حبيت نشوف شو تم شو ما فيهش. جيت لاقتناء بعض الكتب. عندنا نانو تكنولوجيا نانو تكنولوجيا كانوا تقني ثلاثة أربعة كتب في السنة، وكانوا غير تقني اثنين أو ثلاثة وواحد أو اثنين تاريخي. المعرض كل عام هذاك أولوية، وحسب مقر السكنة نتاعي أنا قريب لبعض المحطات الكتبية نشوف ديما الشيء الجديد الموجود. يجي هوني في اللغة العربية، دونك نلوج على الكتب النقدية العربية سواء من المغرب ولا من الأردن ولا من أي دولة، المهم تكون في نطاق العمل نتاعي، ونحضر بعض الندوات اللي قاعد ينظم فيها معرض الكرم. لا نشر على طول العام على خطر ونطبع زيادة صديقو أنتي والميزانية، فهمت؟ أنا مغرومة برشا بالكتب حتى خارج نطاق العمل، بالرغم نخدم يعني وخارج نطاق العمل ديما عندي قراءات هذيك يوميا يلزمني نقرا. Je suis une lectrice passionnée, نقرا beaucoup de livres. و tout au long de l'année معناها مانيش مربوطه بمعرفه الكتاب ولا بحتى شيء. C'est une passion معناها tout au long. Peut-être 20-30 livres. Ça dépend. Je lis beaucoup et je lis très rapidement. Donc ça dépend. J'ai un dynamisme. نشوفوا الكتب جدد وشنو قاعدين يحكيوا عليهم وكل شيء. فرنسية أكثر 15 شكل كمان فتوش. لا نمشي على طول العام، مش ديما مع معرض الكتاب تكبر. لا سبيسياليزي، أكثر سبيسياليزي. تجينا معرض الكتاب كما مرة في طول العام، خاطر بيسكو ما عندناش في تونس دي زوكازيون أخرين أو بلايص باش نشيو منهم الكتب. دونك أوبورتينيتي باش تشوف ديفيرسيتي كبيرة برشا نتاع الكتب اللي تحب عليهم الكل. سينو فريكونس نتاع الكتب بون مش برشا في القراية كل شيء، دونك ديزون ثم خمسة ستة في العام. بيسكو ثم تو برشا الكتب فيرسيون بي دي اف، دونك جينيرالمون نقراهم بي دي اف، سينو في معرض نجي نشري سينو ولا. تو هذيا حاجة كانت صعبة باش نرجعوا، احنا سيرتو نخدموا لو ليفر يونيفرسيتير. مالوريزمون تشوف في الصالون يا با اسي دو فيزيتور. En plus de ça, la cherté du livre importé, nous sommes vraiment déçus. Le salon, au point de vue, le salon interne, quoi. Les séances de dédicaces, les réunions, ça va, mais c'est les visiteurs qui manquent. Les visiteurs, ils sont, les ouvrages aussi, mais malheureusement, les visiteurs manquent. Il y a une baisse importante. Ça s'explique par le temps, l'argent et l'internet surtout. Maintenant, il y a pas mal d'universitaires qui surfent sur les sites des éditeurs et peuvent craquer ou faire descendre les ouvrages qu'ils souhaitent. Un jour, je vais vous parler de ce qui est en train de se faire. نطالع كل يوم معناها ونحب ديما نشري كتب ونطلع عليهم على طول العام، وحتى كي نسافر نجيب من الخارج الاصدارات الجديده الكل. التونسي يقرا دو موان اون موان، وسنا حاجه باهيه اللي نحاوك الكتب الصفراء تاع بخوخ وتجهيل والفكر الوهابي. السنه دي طبعا الاقبال ضعيف شويه، ولما بنتكلم مع الاخوه هنا في تونس بيقولوا لنا ان الحاله الماديه متاثره جدا باللي حصل في متحف بوردو. السنوات السابقه كان الاقبال افضل من كده بكتير بمراحل، خاصه ايام الاجازات كان بيبقى فيه اقبال كتير قوي. السنه دي الاقبال سيء للغايه. التركيز اكتر بالنسبه للمشتري التونسي او القارئ التونسي على الكتاب الفرنسي. الكتاب العربي سوقه ضعيف جدا في تونس، ودي حاجه جديده. يعني احنا الاول كنا بنيجي بالنسبه لهم الكتاب العربي في شغف ان هو يشتري الكتاب العربي، العام ده ما فيش شغف ان هو يشتري الكتاب العربي، كل التركيز على الكتاب الفرنسي. معرض الكتاب نجي كل عام، نستناه كل عام، عاده استنست من واحنا صغار. كتب سولو لا ديسبونيبيليتي، انا اتيديون كل ما نلقى وقت كنقرا شويه.
يعني باغ اكزومبل السنه قريت تكتب مش باش بيسك عندي بي في كل شيء لي زاشا نشري اما قليل لا بلوبار نستنى معرض الكتاب بيسك لي رميز وكل شيء يكون احسن حتى على البودجي نتاعي نقرا اكثر لي رومون اكثر حاجه نقراها سولون لي اكستري اللي نلقاهم سورتو على الفيسبوك كل شيء جي سيليكسيون الكتب اللي نحب عليهم لا قبل كان ضعيف شويه ممكن المعني اللي نعيشوا فيه في بلادنا الارهاب وكل شيء خلى المواطنين ما يقبلوش على المعرض ونسنا ضعيف برشا الاقبال على المعرض كتاب معناها بارابور الدورات السابقه وكاو دونك حتى لي بري عندنا احنا كدور نشر اسوام معاملين ليكيداسيون اسوام باهيه معناها بري خفاض كبير برشا اكثر من 20% عاملين حتى 50% لكن الاقبال ضعيف برشا دونك ان شاء الله العام الجاي تكون دوره باهيه ودوره ناجحه ضعيف ممكن المواطن التونسي معناها حتى وضعيه البلاد تحكم على المواطن خاطر ثم سيوله فهمتني ثم سيوله في البلاد ما فماش قبيل كبير على معرض الكتاب مع انه هو عرس الكتاب معناتها الناس تجي لهنيه باش بالحق ما يقولوا فما حاجات ما يلقاهمش على مدة العام يجي هون يقول لك تنقى كل شيء ما قعدش يلوج فهمتني هذه أول حاجة هذه الهدف نتاعو مع العلم أنه عام 2014 ما صارش فما ناس تجي عندها فكرة مسبقة باش يشري عنده فكرة مسبقة باش يشري معناتها حسب اختصاصه فما ناس خلوا الفاريي فما كان يحبوا الكتب نتاع الزينة هكا اللي تحطوا في يقولوا احنا في الصاله هذوك ما يقبل عليهم ذات صباح ارتدى جبهه جوبته